انت بجح قوي. مين اللي بره؟ انت ازاي بتتكلم كده؟ طب ممكن والله العظيم بجد انا ما معيتش مين. انا هطلع انت ليه تعليك ايه اصلا انت تمسكي دي؟ طب اقعدي يا جماعه. انا ما بعتلك بقى امشي عشان انت صراحه والله خليتها يعني انت بوظتها خالص يا استاذه. عشان مره شفتك فيها هتيجي تعمل معانا كده. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فري تايم. في كاتبه امريكيه قالت الحياه يا اما مغامره يا اما ولا شيء. يعني يا تغامر وتاخد الريسك يا اما مفيش شيء خالص هتعمله حياتك هتبقى ممل. الجواز دلوقتي في عصر السوشيال ميديا والناس دايما حياه سريعه، جوازات سريعه والطلاقات برضو سريعه، والطلاق كتير قوي بقى في وقتنا ده. فبقت الناس بتخاف قوي من موضوع الجواز. هقيد نفسي ليه؟ أعيش مع حد يمكن يطلع وحش يطلع كويس؟ يعني من الآخر كده بقت مغامرة من ضمن المغامرات، لو كأنك هتطلع جبل وهتنط من فوقين. في ناس بتقدم رجل وتأخر رجل، وفي ناس بتقولك هاخد بقى الريسك ويطلع زي ما يطلع. معانا النهاردة نموذج لكابل لطاف جدا، خدوا التجربة خدوا الريسك مكملين مع بعض، وإن شاء الله يكملوا مع بعض العمر كله. معانا محمد ومنى. أنا محمد حضرتك. نورنا. ربنا يخليك. احنا النهاردة في برنامج فري تايم هنتكلم عن الكابلز او المتجوزين. طبعا انتوا عارفين ان مرحله الارتباط حاجه والجواز حاجه ثانيه. دخلنا في الجد بقى اكيد. فايه ما خفتوش بقى كده من التجربه دي؟ انتوا بتشوفوا ايه؟ لا ما تغزى. يا جماعه قولوا لي كده، اول سنه جواز دي بجد ايه؟ يعني جاي ممكن علشان انا كمان حاسه الصوت فيه صدى مش سامعه، فحد يجي يعمله لو سمحتوا. معلش انا عندي مشكله في المايك بتاعي، هنعيد تاني. قولوا لي انتوا كده فعلا العرسان الجداد دول بيبقوا لسه بيطبعوا على بعض بلغتنا الشعبيه كده يعني. انتوا طبعتوا على بعض ولا؟ ايوه يعني اصلا احنا قريب من الاول. يعني في احنا مسكين المايكات دي يا جماعه من بدري يعني قبل ما نبدا. لا المايك مش شغال هنا. ايه الاخبار يا استاذ شادي؟ انا مش سامعه، هو عمال يتكلم من بدري وانا كنتش سامعه. طب هنا محمد ضيفك النهارده. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ انت غيرت رقم تليفونك؟ الحمد لله. انا قلبت عليك الدنيا. ده والله. رحت لك بني سويف وكنت عايزك في مصلحه من خمس بواكي. انت من بني سويف اصلا؟ والله الصعيده اجدع ناس. طبعا ده رجوله رجوله. ايه السودف الجامد انت كمان؟ انت ليه كده؟ طب يعني غيرت رقم تليفونك تكلمني. معلش والله بقى هي جت كده. ده كانوا مصلحتين في شهر. لا والله. تخيل. مصلحه حلوه سبوبه فيها 10 بواكي. طب ما انت مش عارف، هي جت معايا كده فرصه بس. ايه ده؟ ايه الدنيا خبطت؟ شكله كسيب جامد عشان كده دخل. مش عارفه حاجه اصلا، فمش هي مين؟ مرات هي دي مدام. طيب ماشي. طب يا جماعه شوف كده ايه الاخبار من عندي. تمام كده. شكلك ايه؟ تمام. يلا يلا روح روح، شكلك بوظت الدنيا. انت عملت تهته ليه؟ يلا 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 خلينا نحصل الحلقه. انت شغال هنا؟ اوكي ماشي بعد الحلقه. طيب عايز هنا؟ اوكي يلا ممكن تفضل. يلا اتفضل. كل الناس هو عادته كده يقعد يلغي مع الضيوف ويلت ويعجن ويضيع علينا الوقت. احنا الساعه 3 الفجر اصلا عايزين نعرفه اصلا. ايه ده صاحبك؟ عارفه هو شكله بيقول لك ليش عنه قبل كده؟ ايه؟ ما قلتيش عنه قبل كده. ما انت عارفه كل اصحابه؟ لا مش كلهم، بس يعني في ناس اعرفهم يعني. يلا نرجع. ما قاليش انه عارف حد بره الشغل اللي هو شغال فيه. شكلك كده بتدكن فلوس من وراها وبيقول لك مصالح و10000 ومش عارفه ايه. مفيش الكلام ده باين عليك. مش كل حالك شكلك مش معرفني كل حاجه بصراحه. المايك عندك فيه مشكله، نديله تاني بس ما يخشش يعجن ويلت. ما بلاش. ده بلاش ليه؟ خلاص انتوا بينكم اسرار ولا ايه؟ لا انا عادي اعرفه لهم. شكلك من اللي بيخبي تحت البلاطه. لا 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 والله شكلك باين عليه. خبي عليكي حاجه؟ لا بصراحه. امال ايه؟ البطاريات كلها مشحونه. المفروض البطاريات كلها مشحونه بعد اذن كده. انت كل يوم عامل لنا مشاكل، شغلك بايظ وبترغي مع الضيوف. لا مش انا على فكره، اللي بيساعدوني. اللي بيساعدوك ايه؟ ما انت داخل ترغي مع الضيوف ليه؟ ثانيه كده معلش. فين المايك؟ المايك بتاعك فين؟ هنا. ايوه ثواني. تمام. لا تمام كده. تست سامعني مظبوط؟ انت بقى ما تخط ما ترغيش بقى مع الضيوف، شوف شغلك. حاضر بس. حاضر. يلا اتفضل. ما تخش عليا عشان الراجل عايز يسافر وهي على ذمته. راجل ايه؟ وانت بتشتغل مأذون؟ لا. امال ايه؟ مأذون ايه؟ انا شغال امين مخازن. امين مخازن؟ اه. امال ايه علاقتك بالراجل عايز يسافر وعلى ذمتك؟ مش عارف. هو في ايه الموضوع؟ انت شغال في الجوازات طيب؟ مين ده؟ انت؟ لا.
امال ايه بيقولك ما تاخرش عليا عشان الراجل اللي عايز يسافر ومراته على زمان. مش سمعتي كده؟ انا سمعت. لا 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 على فكره مش هعرفه قوي يعني. هو مش انت سمعتي نفس الكلام؟ بس انا ما اعرفوش. انا عايز اعرف بس ايه الموضوع. انا عايز اعرف قوي. انا ما اعرفش ده. هو مين ده اصلا؟ مره طب تعالوا نكمل الحلقه بس ونرجع عشان المسابقه و انا ما اعرفوش اصلا يعني. مش عارف ايه ده. انت سلمت عليه حضن مطارات دلوقتي. يلا يلا المخرج هيبقى هنا. 1 اتفضل. ورجعنا لكم تاني. نفكر مع نفسه ونرجع لكم تاني. احنا عندنا مشكله النهارده في الصوت. احنا هنروح كلنا الساعه 6 الصبح يا جماعه. ليه كده؟ انا تايه ان المايك ده المايك بتاعي في مشكله. المايك بتاعي في حاجه هنا. هو في حد انتوا معاكم حد بره؟ اخواتي. في حد بيسال عن محمد؟ اقول لك مين الناس جت بره. ناس مين؟ الناس اللي مش هينفع بقى تصغرني زي المره اللي فاتت. خلي بالك. طب خلاص يعني بعدين بقى عشان المره اللي فاتت انا كان شكلي وحش. طب مش دلوقتي شكلي وحش. ماشي يعني هحاول. عشان هم مفكرين ان انا اعرفك. انا ما اعرفكش اللي هو مش قوي يعني. وانا اعرفك قوي يا محمد. في ايه؟ في ايه؟ هو انا اعرفك قوي؟ هو انا نسيت اعرفك. مراتي. انا مراتي معايا. هي دي المدام؟ انت بتتكلم بجد؟ والله. عارف المدام؟ ايوه. طب يا عم اقول اي. طيب خلاص اوكي ماشي. طيب احنا تيست ايه كده الاخبار؟ تمام. انت مش شايف انك بترغي مع ضيوف اوفر؟ انا شكلي عملت مشكله. طب انا هطلع. ماشي اوكي يلا. يعني امتى؟ ما اعرفوش عادي. كان معايا. كان هو مش عارف. هو بره احمد ومحمد بس اللي بره. ما اعرفش. احمد ومحمود. ما اعرفش. لا دي واحده. كان هو كان في حد. نعم واحده بره. معاكوا بنت؟ معاكوا حد؟ لا انا معايا اخويا واخويا. لا واحده بنتي بس. لا لا مدموزيل. مدموزيل يعني مسلمه. تعمل ايه بره؟ تسال عليا. سالت على محمد؟ تسال عليا انا؟ ده ليه بقى؟ ايه ده ليه؟ لا ما اعرفش. هم قالوا لي في المايك دلوقتي ان ضيفك اسمه محمد. في ست بتسال عليه. وست مين اللي بتسال عليا؟ ما اعرفش. ما عشان كده سالتكم. انتوا معاكم ضيوف؟ انا معايا اخويا واخوها وبنتي لسه عندها شهر. لا في مدموزيل بتسال عليك يعني من سننا كده. نعم. مصر كلها عارفه انك هنا ولا ايه؟ تعالى اكلم. اكلم مين؟ تعالى اكلم بقى. انت هتعمل لنا مشكله في القناه على فكره. انت اللي عملت مشكله بسببك. انت هتتفصل اوريدي اصلا بعد اللي انت بتعمله مع الضيوف. بس معلش انت هتتفصل اصلا من اللي انت بتعمله مع الضيوف. انا بحاول احل مشكله دلوقتي. انت عامل مشكله انك بترغي بره شغلك. انا بحاول احل مشكله. مشكلة ايه؟ انا اشوف اشوف بعد اذن حضرتك. بس هاخد محمد دقيقه. بس ثانيه واحده. انا مش عارف هي مين اصلا. انا صاحبه. صاحبه يعني منين؟ هو شغال امين مخازن وفين يعني؟ انت حضرتك مخرج طيب ولا شغال في التصوير؟ ده فني صوت. تمام ماشي. عارفه منين بقى؟ اعرفه من المدرسه اصلا. كان زميلي في المدرسه. قوي مش قوي يعني. انت بتنكره يعني؟ كنت زميلي في الكليه. هو انت بتنكره؟ كنت زميلي في المدرسه. بتنكره يا جدعان؟ وانت بتعملوا مشكله. انا مش عايز اعمل مشكله والله. بس انا هيحصل لي مشكله بره. طب انا مين هي؟ انا ما اعرفش حد. هو انت بتشتغل معايا اصلا؟ 10000 جنيه هبقول لك عليه بعد الحلقه. لا ما انا لازم اعرف دلوقتي. انا فعلا برضه انا تاني عايز اعرف ايه ال 10000 جنيه. حضرتك مش فاهم 10000 ايه؟ انا باخد. انت عمرك ما قلت لي على شغلي اصلا بيدخل 10000 جنيه. 10000 ايه؟ انا 10000 ايه يا استاذه؟ حضرتك كده هتسببي مشاكل. انا لو معاك 10000. الراجل ده والله بيعمل خير. ما الراجل بينكرك. يبقى في حاجه كارثه ما بينكم. طب مين ماشي وطلعني وريني مين اللي بره؟ ده بيعمر بيوت هتخرب. طب كلمني حضرتك. طيب هو لايف كوتش؟ طب ممكن تكلمني؟ هو لايف كوتش يعني؟ عايز تعمر بيه اللي بره. مش عارف. انا مش فاهمه اصلا. حضرتك استني ارتاحي. ارتاح ايه؟ انا بقول لحضرتك عايز اشوف مين اللي بره. هو يعني ايه بيعمر بيوت بتخرب؟ يعني ايه بيعمر بيوت بتخرب؟ انا مش هو جوزك بيشتغل حاجه غير امين مخازن؟ لا لا انا مش يعني فاهمه. يعني استشاري علاقات بيدي كورسات من الحاجات دي؟ لا كورسات ايه؟ لا يعني اطلع معاه افهم منه لان انا عايز افهم هو بينكره. انتوا بتشتغلوا ايه بالظبط؟ شوف مين اللي بره. ممكن تقعدي مع جوزك؟ لا لا سيب جوزها. سيب لها جوزها. اقعدي مع جوزك قبل ما افهم. انا عايز افهم انت بتشتغل ايه. طيب ماشي هفهمك. مين اللي بره؟ مفيش حد. مفيش حد. معرفش. قولي مفيش حد. وشغل ايه اللي ب 10000 جنيه؟ انا عندي 10000 جنيه. ما انت عارفه كل حاجه. انا مش لما بجيب فلوس باجي اديها لك. امال ايه؟ انت عارفه كل حاجه. امال ايه ده؟ معرفش. هو ايه اللي ما تعرفش؟ مش عارف. معرفش الصراحه. انا مش عارف. هو انا معرفوش اصلا. يعني هو هنا انا معرفوش. انا ما شفتوش قبل كده. انا اعرفه اللي هو انا يعني شفته صدفه مره. حضرتك عرفتي مين اللي بره؟
في ايه بقى؟ اقعدوا طيب. في ايه؟ لا انا مش هعرف. اقعدي هقول لك ولا حاجه. طب انا عايز اعرف يعني هو قال لك هو بيعمل ايه؟ انا ممكن نعم؟ اعرف اطلع بس ممكن اشوف بس ما هو الباب مقفول من بره. احنا لازم بيتقفل. بص حضرتك انا اصلا ما اعرفوش، انا شفته مره واحده بس صدفه بس وكان عندي في الشغل وقعدنا مع بعض ويعني صدفه. هي صدفه حاجه تصوير وحاجه الدنيا. ايه اللي جابه امين المخازن وجابه في شركه زي دي؟ صدفه. ممكن تقعد بعد اذنكم؟ اقعدوا بس بعد اذنكم. لازم يا رب. مين اللي بره؟ مين اللي بره؟ شوف يا استاذه هيحصل لي مشكله، هيحصل لي مشكله بسببه. هو انت عملت مشكله اوريدي؟ انا ما عملتش مشكله. انا لو اعرف ان انت بتشتغل الشغلانه دي مش هشغلكش معايا. مش هي ايه بقى؟ لا انت وقعت. انا عايزه اعرف ممكن تعرفيني؟ انا ما عملت يعني... ما لو ما عرفتنيش انا هطلع على فكره. هو انا اعرفك؟ ثواني بس انا اعرفك انا. هو انت ازاي اصلا بتبجح كده؟ هي مره مره يا كذاب. هي مره شفت صدفه. ايه التبجيح ده؟ انا لو منك ما بجحش. اقعد ساكته. طب انا عايزه اعرف مين اللي بره؟ ممكن تفهميني مين اللي بره؟ شهرين. من شهرين ايه؟ او انا من شهرين. ايوه ما هو انا دلوقتي الست عايزه تعرف جوزها بيشتغل ايه. انا اقول لها ايه وانا ست زيها وزوجها؟ طيب ممكن. طيب تمام ماشي يلا بينا حلقه بقى بعد جاهزين. خلونا نخلص هتطلعي تعرفي بعد كده كده تمام. سببت مشكله جامده مش عارف اقول لك ايه. هو برده يعمل لي بره شغل من شغلك. طب ممكن نخلص الحلقه عشان انا عايزه اطلع اشوف مين اللي بره. يا اما هقفل اصلا الحلقه وهطلع بجد. كده كده الباب بيتفتح بتايم فهيتفتح فانت شكلك هتروحي لوحدك. شغلي ايه بقى؟ كويس ان اخواتك معاكي. طب ماشي انا عايزه اعرف ايه. يا ريتني ما جيت. حاسس ان هو اللي جايبني. هو انت متاكده ان انت اول جوازه لي؟ ايوه طبعا. انت مراته الاولى؟ ايوه طبعا. ولا في حد الاول ولا الاخر؟ انت ما في قسمه الجواز كان ايه ان هم ما فيش زوجه؟ لا انا بنت خالته اصلا. انت بنت خالته؟ ايوه. يعني بنت خالتك وبتعمل فيها كده؟ عملت فيها ايه؟ انت بجيح قوي. مين اللي بره؟ انت ازاي بتتكلم كده؟ طب ممكن والله العظيم بجد انا ما عرفتش مين. انا هطلع. هي المشكله مش في مين اللي بره، هي مشكله في الكارثه اللي قبل او بعد مين بره. طب ماشي انا عايزه اعرف. انا كست وزوج يعني كزوجه. انت في موقف كنت تحسدي عليه؟ ما اعرفش. لا ما تبجحش. طب نديلي اللي دخلك ده بقى. لا ما تبجحش. ما اعرفوش. نديلي اللي دخلك ده. انا اعرف منه ده. انت عرفوه. مش هتقول لي. لا تعرفه مره واحده صدفه. امال ايه محمد ومين؟ لا تعرفه ده. لا تعرفه صدفه. كنا قاعدين مع بعض. لا لا مش صدفه. او قعدتوا فين بقى؟ كنا قاعدين على مش صدفه. لا 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 مش صدفه. لا لا ومن امتى انت بتروح على القهوه اصلا؟ يا منى. يا اسمك ايه؟ اسمك ايه يا منى؟ مش صدفه يا حبيبتي. هو بيكذب عليكي وانا ما بحبش صوت. وحضرتك انت بتحلي ولا لا؟ بحلي ايه؟ انت عندك مصيبه كبيره. انت عامل كارثه وانا ست. ما ينفعش ان انا احط نفسي مكانها. استاذه بجد بقى كفايه. استاذه انت كفاية. اخر يوم ليك النهارده في البرنامج ده. انا عايز اعرف بس بقى انت تعرفوا ان هو وصلنا الصوت. انت تعالى هنا احط هنا ست بتدمع مع بعض. مع بعض يا جماعه في ايه؟ في مش عارف ارد على مين. بينكرك. بينكرك. تعرفوا منين؟ احنا مش قعدنا مع بعض. اتكل على الله. مع بعض مره واحده بس. مره واحده بس. اتكل على الله بقى. شوف شغلك. يلا خلينا نشوف. هي مره واحده قعدنا مع بعض فيها. يلا مره مع بعض صح خلاص. هي مره صح. يلا بقى يا عم سمعتك وحشه دايما كده. يا جماعه في ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ انت ليه يا عم كل حلقه تعمل معانا كده؟ واحد اعرفه يا جماعه وبتكلمه. ايه المشكله؟ اعرفه. انا ما اعرفكش. انا ما اعرفكش. الراجل بينكرك بيقول لك ما اعرفكش. ما هو انت كداب بتتبلع عليه يا اما انتوا بقى في حاجه بينكم غلط. تمام مظبوط. انا عايز اعرف في ايه. طب انا عايز اعرف في ايه. حاجه واحده بس بعد بس إذن. خلي بالك هو الراجل ده لو طلع ما يعرفكش وانت او معرفه طياري وانت عملت كل ده هتتفصل النهارده. طب ممكن نحل المشكله دي في دقيقه؟ اه هيجي بس هيمضي وهيمشي. يمضي على ايه؟ امضي على ايه؟ انا مش طالع غير لما اطلع معاك. لا حضرتك مش هينفع تطلعي لو سمحت. لا انت بص بقى سيطر عليها. لا على ايه؟ على سيطر ايه؟ عليها. على ايه؟ لا انا عايز اعرف على ايه اللي بره يا جماعه. انا همضي على ايه؟ سمحتوا تضيعوا وقتنا. انا همضي على ايه؟ ماليش دعوه بالبرنامج. انا عايزه اتنيل اشوف هو بيعمل ايه بره ولا ايه اللي بره. يا استاذه ما هو مش معنى ان هو يعني بيصلح بيوت نخرب بيته. يعني ايه بيصلح بيوت دي؟ هو جوزك نقاش؟ انا اصلا ما اعرفش اسمك. هو جوزك نقاش؟ انا ما اعرفكش اصلا. نقاش ايه يا جدعان؟ امال ايه بتصلح بيوت؟ ما هي نقاش يا لايف كوتش. ممكن تفهمني في ايه؟ بيشتغل ايه؟ انا مش عايز اكون سبب. ومين اللي بره وايه هو؟ مين ده اصلا؟ هو بيشتغل ايه اصلا؟ يعني ايه بيصلح بيوت؟ ايه ما انا قلت لك بيشتغل ايه؟ مش هينفع بقى. طب ما تقولي قولي شغال ايه؟ يا استاذه لو سمحتي بقى. لا قولي شغال ايه؟ يعني مش حاجه حرام. مش عارفه يعني بتبص عليها ليه؟ يعني ناقصها ايه هي عشان تعمل كده بصراحه؟ يعني بصراحه
انا لو منك حط وشي في الارض. ليه؟ ما عملتش حاجه. ما اعرفوش. بلاش بجاحه. بص يا استاذ انا ما عملتش حاجه. جوزك ما بيعملش حاجه حرام. اللي اقدر اقوله. طب ايه الحلال بقى اللي هو بيعمله؟ ممكن تعرفني ايه الحلال اللي هو بيعمله؟ ما ايه هو انا بصراحه مش شايفه يعني ان هي بنت صغيره مش ناقصه حاجه. اتفضل يعني. قول لي. اقول لك ايه؟ اتفضل قول لي ايه الحلال اللي انت بتعمله لو ما بعملش حاجه. انا ما اعرفوش. انا بقول لك شفته مره واحده. مره واحده شو قعدنا مع بعض وخلاص. بقول لك ايه؟ صح؟ ابسطها لك. عارفه لما تبقى واحده جوزها رامي عليها اليمين ثلاث مرات وعايز ترجع لجوزها تاني بيحصل ايه؟ يبقى عايز محل. جوزك المحل. نعم. لا لا بصي لا مش كده. ما بيعملش حاجه حرام. بقول لك ما بيعملش حاجه حرام. انا بقول لك ما بيعملش حاجه حرام. جوزك المحلل. هو الراجل غلط في ايه؟ طب ماشي مش حرام بس ايه ايه؟ بيصلح بيوت ناس. بيصلح بيوت ناس ايه في عينك؟ هو انت بتقول اي كلام؟ دي شغلانه تعر. بتقول اي كلام؟ الكلام ده بجد؟ محمد بعد اذنك. الكلام ده بجد؟ لا محمد دقيقه بس دقيقه بعد اذنك. بعد اذنك بس ثواني. انا مش هتاخده. هطلع معايا. طلعوني اشوف مين اللي بره. اطلع بره بعد اذنك. طب يا جماعه خلاص بعد اذنك كده اللي بره في مكتب الاداره عشان في مشكله. انا مستنيك بعد الحلقه. هي اصلا كده يا عم ما اعرفكش. الناس مش عايزه تمشي. انت مش محلل. انت ما ينفعناش. ده بتاع مشاكل. بتاع مشاكل وحوارات ولتات. ما اعرفوش. ده تعرف ده بجد؟ لا. طب هو وريني صوره. تعرف انا كده؟ امال عرفك منين؟ وريني صوره بطاقتك. هو ايه اللي ما تعرفوش؟ وريني صوره بطاقتك. ليه؟ وريني صورة بتاعتك عنده على الموبايل. مين؟ هو. يلا عد يا عم ثواني بقى. لو سمحت ممكن تقعدي بعد اذنك. طب معلش اقعد. انا مش هكمل ام البرنامج ده. هطلعك فوق عشان الاداره هقعدك. ما هو كده كده هي اصلا ست في الاداره فوق عامله مشكله. عشان هو كان جايبها له يتجوزها. عشان يبقى اتجوز مين؟ ما شغلتك. اتجوز مين؟ ممكن طب تقعدوا خمس دقايق هنفنش عشان يفتحوا. عشان انا ما اعرفوش بالفعل ولا اعرف الست اللي بره. في المايكات لو سمحتوا عشان دي فلوس. ما هو دي مشكله اللي انت عملتها. دي المشكله اللي انت عملتها. لو سمحتي ما تزعقيش في المايك. بعد انا عايزه اعرف ام الكلام ده صح ولا لا؟ لا صح. ممكن تعرفني؟ ما بلاش بجاحه اهو. وراني عقد جواز ليك قبل كده. فين ده؟ ما بيعملش حاجه حرام. انت عامله مكبره الموضوع ليه؟ مكبره الموضوع قوي. هو مش هيسيبني غير كلمه ما بيعملش حاجه حرام دي. ايوه ما بيعملش حاجه حرام. لا بيعمل بصراحه شغلانه تعر. عادي ايه المشكله؟ لا انا مش بعمل كده. لا ليه؟ امال حاجه هو انت مش متجوز واحده ست من شهرين جوزها تاجر كده كبير بس الست كانت شبه الروسيات وما رضاش يطلقها على فكره. مش بعمل كده. بقول لك ايه؟ اقول لك كان متجوز كام مره؟ في ست ما رضاش يطلقها. قولي لها بقى هو انت جاي تحل ولا جاي تتخانق؟ وجوزها اداله 100,000 جنيه عشان يطلقها. عشان انت ما عرفتش. طب اسمع طيب هي بتقول ايه؟ نعم اسمع هي بتقول ايه؟ الست اللي جوزها كان تاجر كبير في بولايه دكرور وانت ما رضيتش تطلقها. والله يا ابني انت ربنا يبارك لك والله على اللي انت بتعمله دوت. ما تسمعش كلامها على فكره. الاخيره ولا شبه الروسيه هنا عشان انا بجد والله ما طايقه. حضرتك عندي في والله الاستوديو. والله العظيم ما طايقه. لا مش عندك ده الاستوديو بتاعي. انا اطلع بره. اطلع بره. ايوه اطلع بره. سيب الست مع جوزها. انت ولعت الدنيا. يلا تمام بس يلا اطلع بره. ما اعرفش. خلي بالك الناس مش عايزه تمشي. اطلع بره. ممكن تعرفني الموضوع ده؟ ممكن تقعدوا طيب؟ اقعدوا لو سمحت. محمد عرفني الموضوع ده؟ معرفش حاجة. ممكن انا مش هقعد. انت عارفة ان الست اللي ما كانش راضي يطلعها دي عشان عجبته جوزها كان هيقتله لولا انه اداله فلوس رقم 100,000 جنيه. حضرتك جبت الكلام ده منين؟ من السمسار بتاعك اللي هيعرف دلوقتي اذا كنت اتجوزت مرة ولا اكتر. هنجيب العدد لان دي كلها في السجلات. عدد ايه بقى؟ عدد زوجاتك. فقول الحقيقه عشان ما تضيعش. ما انا بقول الحقيقه وانا ما بكدبش. اتجوزت كام مره؟ هي مره واحده. والله هي مراتي. مصلح اجتماعي انت. مصلح والله. الاجتماعي جامد. معرفوش صح؟ معرفوش فعلا. معلش بقى ما يا بخت منوفق راسين في الحلال برضو. 5,000 في الليله دي مش حاجه يعني وحشه. يوم واحد صح؟ لا ما انت في واحده خدت 100,000 جنيه ما كانت. طب انا عايزه اطلع بجد اشوف الكلام ده بجد ولا لا؟ لازا. لا انا بجد مش عايزه اشوف. انا دلوقتي بيتي هيتخرب. ليه بقى بيتك هيتخرب؟ انا لازم اخده دلوقتي يا اما انا هتفصل. هتاخده تجوزه؟ لا في مشكله بره هيحلها. ايه مراته يعني ولا ايه؟ حضرتك مش هينفع تيجي معانا. لا قولي لا يعني والله ما هينفع. انت عشان اطلع اشوف. انا عايز اتاكد. احنا عايزين نعرف. لا انا عايز اتاكد. انا عايز اتاكد. بعد اذنك يا استاذه. يا استاذه جوزك ما بيعملش حاجه حرام. انت مالك بيعمل حاجه حرام ولا حلال؟ انا اوعى ايدي كده. يعني حضرتك انت ليك ايه اصلا انت تمسك ايدي؟ طب اقعدي يا جماعه. انا بعد اذنك بقى امشي عشان انت صراحه والله خليتها يعني انت بوظتها خالص. يا استاذه عشان مره شفتك فيها هتيجي تعمل معانا كده. هو انت اللي جابني هنا اصلا؟ انا هطلعك للست. انا انت اللي جابني هنا اصلا؟ اسمعني بس. انت اللي جابني هنا اصلا؟ لا انا شفتك صدفه هنا. انا هسمعك كل حاجه. هو اللي جابني هنا؟ ايه هو اللي جايبني هنا؟ لا مش هو اللي جايبك. طيب هنا. تعالى بس لحظه بعد اذنك. روح معايا. روح معايا. انا عايز اطلع. حسن تعالى يا اخي. هو ايه اللي هيسمعيني؟ انا عايز اعرف. انا عايز اتاكد من الموضوع. ما هتتاكدي. اصبري. اهدي. طيب اهدي 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 بس. انا مش عايزه. تعالى بس. تعالى تعالى تعالى. طب انا هروح فين يا باشا؟ احنا هنا خلاص. عايز اعرف كل حاجه. ماليش دعوه. ما هو متجوز محلل شغال محلل. اصبري. لا لا
خدي كويس. ممكن تقعدوا بالراحه بس يعني ما يبقاش الراجل بيعمل خير. انا مش عايزه اكمل لشغلي، مش عايزه اكمل بجد، انا عايزه امشي يا جماعه. انا عايزه اخلص، انا عايزه امشي، انا عايزه افتح الباب. طب افتحوا من الباب. لا اهدي، ما هو لازم نقفل الحلقه. مش هقعد، المخرج مش هيقفلوها. طب اقعدي عشان نقفل. لا مش هقعد، مش هعمل انا محمد بنزلش عشان انت بهدلتها. مش عايزه اتحبس. مش عايزه، مش عايزه. لا اقعدي، ما انا ماليش دعوه. خلاص هو انا ماليش دعوه. لا لا لا، انا عايزه اقعد. دي صوره بطاقته على فكره. مش دي صوره بطاقتك؟ ماشي. على فكره صوره بطاقته مع 25 مأذون اصلا، يعني ده 25 مأذون. هو انت جاي تهدي الدنيا ولا جاي بتولعها؟ انا جاي عشان انا هتفصل بسببك. هو مش اللي حصل، انا هتفصل بسببك. انا عايز اعرف بس الموضوع ده بجد. انا اقول لك اللي حصل. هو مش اللي حصل، ساعه ما انت ما كنا قاعدين على القهوه وكان زميلي كانت البطاقه بتاعته واقعه. كان زميلي كانت البطاقه بتاعته انت بتغمزه في كتفه. فين انت بتغمزه في كتفه؟ ما غمزتهوش. تعالى كده بص، انا بوعيه. بص بص هقول لك على حاجه. اسمع استاذه بعد اذنك، الكلام رجاله ومش هينفع، علشان بره هيحصل مشاكل. لا. وفي بيوت تانية هتخرب. لا. فلو سمحتي كفايه بيتك اللي اتخرب ده دلوقتي. فلو سمحت انت بتخبطه بعد اذنك دقيقه بس. دقيقه بتخبطه استاذه بعد اذنك. انا شفتك انت بتخبطه. ما خبطتوش. انا شفتك انت بتخبطه. ما خبطنيش. انا شفتك انت بتخبطه. انا بوظت الدنيا مع كيتا. ايه خبط فيه غصب عني؟ اتصرفي بقى انت. اتصرف ايه بعد مع كيتا وخربت البيت؟ مش هقعد. الناس جايين تعملوا حسابها ويكسبوا فلوس. طلعتهم متطلقين، مخروب بيتهم، والست متقرطصه ومتجوز عليها 10 مرات قبلها و10 مرات بعدها. انا صعبانه عليا واحد زي ده بيعمل خير. انا عايزه اعرف الموضوع ده بجد. خير ايه؟ انا صعبانه عليا هي. موقفها ايه ده؟ موقفها. طب انا كده انا يا جماعه انا. طب بص، انتوا طلعتوها اصلا شكلها مش فاهمه حاجه. صوره البطاقه دي اصلا يعني ممكن هو زي ما انا بقول محمد اللي حصل يعني. محمد طب ازاي وامتى اصلا؟ طب انا هحل المشكله دي. انا هحل المشكله دي كده. بطاقتك معايا، انا هتعامل، همضي مكانك وما تشغلش دماغك. على ايه انتوا بتزوروا عقود الجواز كمان؟ همضي مكانك. خد هنا بس. هجيب لك الورقه وهجي لك على طول. خد هنا. طب بعد اذنك عشان ما تعملش مشكله في القناه. ممكن تدخلي بس مش هينفع. ادخلوا يا جماعه عشان ما تعملوناش مشكله في القناه، عشان في برامج موضوع امني. فلازم تدخلي. خلاص اوكي. ده انا عايز اعرف مين اللي بره. مفيش حد بره. طب معلش مفيش حد بره. مش هينفع، مش هينفع صوتنا يطلع بره. مش هينفع صوتنا يطلع بره. سيبوني انا عايزه اروح. ما احنا كلنا كده هنتجازى، كلنا كده هنتجازى. لازم تدخل يعني. اتفضل. اتفضل ايه؟ اتفضل. معلش بتخش. طب بس. اللي بينا دبله. مش دبله بس، انا لما تروح طلعني بجد. طب اصبري بس، ما مش انا عايزه اشوف اخواتي واروح. اصبري بس، مش اشوف اخواتي واروح. لازم تدخلي. لا مش هينفع. مستني بس، لازم تدخلي. افتحولي انا عايزه اروح. لازم تدخلي معلش. احنا طيب. في كارثه بره، فمش هيبقى كارثه بره. عايزه تتكلم اصلا بعد اذنك. طيب انت يعني انت تتكلم. عايزه اوريكي حاجه ثانيه. انت تتكلم. عايزه اوريكي يا عم ارحمنا انت. عايزه حاجه ثانيه. ارحمنا. خشي هيوريكي حاجه مهمه. خشي نعرف اخرها ايه. وريها. توريها ايه؟ هيوريها ايه؟ منك لله. خشي اقعدي اقعدي اقعدي. طيب بعد اذنك اقعدي. بس استهدي بالله، استهدي بالله. طب استهدي بالله، هفهمك كل حاجه. لا اله الا الله. اقعدي بس. طب اقعدي لو سمحتي. اتفضلي دبلتي. هفهمك كل حاجه. اقعدي بس. امسكي البسيه. يا جماعه ما ينفعش كده. خدي مش الكلام ده. انت اولى بهالذهب غالي. اقعدي لو سمحتي. يلا يلا اقعدي بس. اقعدي هيوريك حاجه. محمد ايه بس؟ اقعدي بس. تعالى بس. يلا اقعدي. انت خل قعده عرب دي يا جماعه. هنشوف بقى اخرنا ايه. ما يردنيش الصراحه ان هو بيصلح بيوت ناس وبيته يتخرب. فلو سمحتوا عايزين نحلها بهدوء. انا بقول لك ايه، لو طلعت انت كدابه هتتفصل. بيوت ناس ايه؟ ما عنديش مشكله خالص، ما انا كده كده هتفصل لو ما طلعتوش للناس. ناس ايه وانت ايه؟ انت مش فاهمه. انا انت ايه بمأزوق بس مفرجه وزات. الناس دي ممكن تعمل معايا ايه؟ يعملوا معاكي انت بره القناه بقى. بيوت ناس ايه؟ هنعرف دلوقتي. وناس مين اللي بره؟ انا عايز اعرف الناس. ووحده مين اللي فوق؟ عايز اعرف مين الناس دي. مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. هو فعلا مفيش الكلام ده على فكره. احنا عاملين فيكي مال. هو ايه اللي مقلب؟ احنا عاملين فيكي مقلب فعلا.